الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض بقى النهارده تشيكن ستريبس. هجيب نص كيلو صدور فراخ، او هجيب صدر فرخه واخليه هطلع الصدور معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هجعلها من نص كده. معايا بقى كوباية دقيق، كوباية مية، معلقة كبيرة نشا، ومعايا بيضة، ومعايا التوابل بقى ملح وفلفل وكمون، شوية بهار حلو، عندي بابريكا، شوية شطة، شوية كاري، وشوية بودرة ثوم، وشوية بودرة بصل. عندي بقى مدق، واللي ما عندوش مدق الكوباية بالكوباية، وهدقها بالكوباية وهدقها كده عشان افردها شوية عشان ما تكشش معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. مستوية من الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم.
كنت بتعملي بوفيه كده. على الخلطة. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كوباية مية اهيت. كوباية مية. ومعايا كوباية دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. تضربيهم مع بعض كده. وانزل بشوية النشا حبة حبة كده. نشا كده عشان تخليها مقرمشة من جوه. مقرمشة يديها قرمشة جميلة النشا. اضرب معايا كده. عايزه تعملي كميه اكبر بقى ضعف الكميه. عامل نفس الخطوات. هنزل بقى بالبيضه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي. ما عايزه اديها قوام عشان لما احط فيها الفراخ تشرب من الخلطه. Thank you.
بقى احط فيها الفراخ. بس كده حصل بقى معايا القوام المظبوط دوت اهو. هكون معايا بقى دقيق، محضره معايا كوبايه دقيق وعليها ايه معلقه بيكنج باودر. هجيب بقى الفراخ واحطها في التتبيله اللي انا عملتها ديت. بسم الله الرحمن الرحيم. الخلطه دي اهي، الخلطه دي عليها الملح والتوابل والبيضه زي ما حطيتها كده قدامكم، واطلعها بقى احطها في الدقيق. اطلعها من الخلطه اهي، هنزلها في الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. لو عايزه تحطها تاني في الخلطه وترجعي تحطها في الدقيق طبعا تكفر، هتتغلف تغلفتين يعني كده مع بعض، هيبقى فيها لا كفر من هوية كده حلوة كويسة مظبوطة يا جميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت الزيت دوت على النار يسخن،
احنا نضحك كملنا كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. دي بتدري كده عشان ما حرارة الزيت ما تخبطش منها. Thank you.
هنا قرمشة جميلة سوية من جوه مقرمشة من بره. طبعا جميلة وريحتها طبعا جميلة. زيت كويس طبعا مقرمشه وجميله. الله الله اللهم صل على النبي. طبعا جميله مرحب. فتحت الرغيف اهوت الرغيف العيش الفينو اهو وعملت عندي بقى جبت هريسه شطه وعليها هريسه شطه وشويه ماء معلقه مايونيز معلقه مستردة معلقه كاتشب وقطعت خيار طرنشات صغيره كده وقلبتها كلها مع بعضها. دي هتحطها بقى في الرغيف رغيف الفينو. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا هنفتح الرغيف بقى. دي بقى بتدي طعم جميل ريحتها وطعمها جميل التتبيله دي. نفتح بقى كل الرغيف ونعيش من جوه هنا.
كله بيبقى طعمه جميل. نجرب بقى وصفاتي. لو عجبتك الوصفه اعملي لايك وشير واشتراك للقناه عشان يوصلك مني كل جديد. جميله جميله هنجربها. هذه بتعجبك جميله جدا. هجيب بقى طماطمية مقطعة شرايح، بصلاية قطع بصل، وده اختياري بقى اللي عايز يحط بصل، يعني اللي عايز يحط أي حشوة تعجبه يحشي. واحدة خاصة اهي شايفين بقى؟ بقى مش هزن مستوية من جوه. شايفين مستوية من جوه ازاي؟ ومقرمشة من بره. طبعا بقى القطعة بقى حط في السندوتش بقى. الله وريحتها كمان جميلة. طبعا بقى بالهنا والشفا. جميلة.
لو بعمل هنا وشنا ده هو صدر الفرخه نص كيلو صدور. بسم الله ما شاء الله عامل السندوتشات ديت بقيت هيت طعمها بقى وجميله جميله. اتفضلوا بقى.